هنا نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 الدور الأول دبليو يمن إكسام كوم النتائج ثالث ثانوي. بصورة مستمر يتم البحث عن موعد وكيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وهذا من قبل المقيدين بتلك المرحلة أو أولياء أمورهم، وتستخدم وزارة التعليم بتلك الدولة العريقة أحدث التقنيات الإلكترونية التي تدعم الوصول إلى الخدمة في وقت قصير دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب. فما هي إلا بضعة خطوات عبر أيقونات وتصل إلى نتيجتيك دون أي عناء. نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024. من أهم الخدمات الحديثة التي استخدمتها وزارة التعليم اليمنية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 عبر الجوال، وهذا من خلال الاتصال على الرقم 161 وكتابة رقم المقعد الخاص بالطالب، وبمجرد اعتماد النتيجة سيتم الرد بها، وقد تم الإعلان عن انتهاء جميع أعمال التصحيح الخاصة بتلك المرحلة الأهم بعموم المحافظات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الجهات المختصة والتصريح بأسماء أوائل الطلبة، وعلى هذا يمكن الدخول والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرقمي من خلال تتبع الخطوات التالية. تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. الضغط على الخدمات الإلكترونية المتاحة. ستظهر عدد من الخدمات تخير من بينها نتيجتي. قم بتحديد البحث عن نتائج الثانوية العامة مع تحديد المحافظة التابع لها الطالب، ولا بد مع تقنين البحث بالعام الدراسي 2023 على 2024 دون رقم جلوس الطالب مع مراعاة عدم الخطأ. اضغط على بحثي وانتظر قليلا لتظهر النتيجة بكافة التفاصيل الخاصة بها. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء. وبالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية واختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة وتحديد محافظة صنعاء، ستجد أمامك نتيجة الثانوية العامة الشعبة الأدبية والأخرى الشعبة العلمية، ولا بد من إثبات أنك لست روبوت وتعيين العام الدراسي والدور الأول مع كتابة رقم الجلوس ورمز التحقق، وستظهر النتيجة معلنة درجات المواد الدراسية مع المجموع الكلي للطالب، والذي من خلاله سيتم تحديد الدراسة الجامعية وما تبقى من المسار التعليمي، ويمكن تقديم طلبات التظلم بمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة والالتزام بالخطة الزمنية المعلن عنها.